التاريخ يكتبه المنتصر، قاعدة قالها أرباب التاريخ. التاريخ يكتبه المتمكن الذي يتمكن يجيش الأقلام ويكتب، وإذا بصفحته براقة، ومن هنا نفهم ورود عدد من الشبهات التي تثار في الكتب. ومع الدراسة الموضوعية هذه الشبهات يمكن إسقاطها. هناك جملة شبهات أثيرت على أهل النهروان، سنتحدث عنها، وبالأخص في اللقاء القادم إن شاء الله سيكون الحديث حول شبهات متعلقة بنصوص الأحاديث، إذ إن المشكلة ليست خلافا. كما يقول الشيخ علي يحيى معمر رحمه الله، الشيخ علي يحيى معمر في كتابه الإباضية في موكب التاريخ، وهو من علماء إباضية ليبيا، وكان هو والشيخ عمرو النامي ختم علمائهم الكبار، يقول: لو اعتبر هذا الخروج خروجا سياسيا فلماذا يعتبر خروجا دينيا؟ المشكلة هو إلباس الأمر اللباس الديني وإسقاط الأحكام، ومن ثم إباحة الدماء، ليصبح بعد ذلك أن كل من ينتسب إلى أهل النهروان أو يتولى أهل النهروان مباح الدم. وهذا ما يتعامل به الكثير، ينبغي أن نعرف هذه الحقيقة. سأقص لكم قصة وقعت لي حينما كنت طالبا في مرحلة الماجستير في الأردن. دخلنا أنا وزميل نصلي في مسجد من إخوة العمانيين، وكان ذهبنا إلى منطقة تجارية، السوق، محل صرافة، نصرف مبلغ. بعد ما صرفنا ذهبنا إلى المسجد نتوضأ، ما أدركنا الصلاة مع الجماعة، قمنا نصلي أنا وإياه، انضم معنا بعض الناس. في أول الصلاة كنت أصلي إماما وزميلي مأموم، في أول الصلاة كان بجانبي، بعد ذلك يبدو أنه أحد أخذه فصلى، ثم رجع آخر الصلاة، رجع إلي آخر الصلاة. بعد أن أكملنا الصلاة قلت له: ما الذي حدث؟ قال: يبدو أن أحد ورأى الشخص، قال: شخص هناك كان يقول كل أحد يجي سحبه. قلنا له: نحن ضيوف، هذه السنة الثالثة في هذا البلد، ما شفنا مثل هذا الموقف. فانتفض في وجهنا كالأسد الكاسر يقول: أنتم خوارج، قتلكم الإمام علي وحقكم أن تقتلوا. هذه المشكلة، أن نبقى إذن بناء. ولذلك لم يكن قتل أهل النهروان حقا، فيبنى عليه بعد ذلك استباحة دمائنا، إباحة الدماء. هذه القضية هي القضية مبنية على فكر ونصوص وكتب وفتاوي ومحاضرات ودروس. كل ذلك من أجل ماذا؟ الشحن، ومن أجل الفتنة، إذكاء الفتن. حتى لو مددت اليد فإن اليد هذه التي تمدها قال لك: أغلقها ولا نقطعها. هذه المشكلة. ما الذي جعل هذا الرجل؟ فأنا أقول: إن أنت ما شاء الله في المملكة الأردنية الهاشمية، ونحن طلاب عمانيون، والعلاقة بين عمان والأردن علاقة ممتازة، وجلالة الملك حسين كان ذيك الفترة، أقول له: لا يرضى مثل هذا النهج في بلدي. وأقول هذا الكلام ما في أبدا، يظل يكرر علينا. فقلت: الزميل هيا، لأن هذا بعد قليل أقول لزميلي:
بعد قليل لو كان عنده لا سمح الله مسدس أو سكين لقتلنا، وكأنه يتقرب إلى الله، كأنه يتقرب إلى الله. هذا هو أخطر ما في المسألة، هو إلباس النصوص الدينية التي تنبني عليها الأحكام. ولذلك نحن نقول لإخوتنا أن تدرسوا، وللأسف مذهبنا هو أحسن المذاهب، وسنقف عليه في مسألة الحفاظ على دم الآخر. هذا هو الواقع، أن التطبيق التاريخي والتعطير العقدي والفقهي فيه عدم جواز استباحة الدماء، والدماء هكذا. فإذا هناك أيها الإخوة جملة من الشبهات تحتاج منا أن نتعرف إليها.